طب خلونا ناخد معانا دكتور ضياء عوض. دكتور ضياء ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا. عامل ايه يا دكتور؟ ابهرتونا يا دكتور. اهلا بحضرتك يا فندم. وزاد على انبهارنا انبهارا اعمال النحت والتماثيل اللي حضرتك عملتها، احكي لنا عنها اكتر يا فندم. ربنا يخلي حضرتك، اشكرك على المقدمه الجميله. لا خالص، ربنا يخليك يا فندم. يا اعمال النحت مفيش شك ان النحت الفرعوني بيبقى ليه طابع خاص مختلف عن اي فن من الفنون. انا كان ليا شرف ان انا اتعاملت مع المهندس محمد عطيه، هو مهندس الديكور. ايوه. والمصمم الكامل للديكورات الحفل. فالحمد لله انه طلب مني ان احنا ننفذ مع بعض المراكب واعمال المجسمات، اعمال التماثيل. اه. بعد يعني دراسات كتير وتشاورات مع بعض يعني وصلنا للشكل النهائي من خلاله. انا بصفتي متخصص، انا من ساعه كليه فنون جميله. أيوه. جامعه المنيا كنت بحضرتك، وكان لي الحظ ان انا اشتغلت تماثيل فرعوني كتير، فالى حد ما عندي خلفيه محترمه جدا في الموضوع ده. فوصلنا في النهايه للشكل المناسب والنسب المناسبه. ايوه. التماثيل الفرعوني اللي عايز اوضحه لحضرتك ان التماثيل الفرعوني ليها طابع خاص. مختلف عن اي فن من الفنون. يعني تختلف عن تماثيل رومانيه، عن التماثيل الطبيعيه. لان النحات الفرعوني كان بيتبع سمات معينه واساليب معينه بنسب معينه. فده صعب جدا ان احنا نوصل له. الا ان مع الدراسه والحمد لله والشغل قدرنا نوصل للحس الفرعوني ده كان مطلوب. وهو ده كان السبب الوصل لمعظم الناس ان الناس اعجبت التماثيل، لانها الحمد لله اتعملت أيوة بشكل كويس. قدرت توصل او قدرت توصل لي نفس روح النحات اللي عمل الحاجات دي من اكتر من 3000 سنه. بالظبط يا فندم. فوصلت لقلب الشيء، لروحه، للاسنس بتاعه. بالضبط. واحنا دايما بنقول الحس الفرعوني يختلف عن اي فن من فنون العالم. طبعا طبعا. وده اصعب. يعني انا ممكن انحت تمثال روماني، اغريقي، ايا كان، بملامحه الطبيعيه، بملامحه الكلاسيكيه، لكن الطابع الفرعوني مختلف. والتماثيل يعني يصححني برضو، يعني التماثيل الاغريقي والروماني كان فيها سمه كده اللي هي ايه؟ المبالغه في الكمال. يعني التمثال لازم يطلع فيه المبالغه في كماله. المبالغه الكامله مع يعني التشريح، وان هم بيحاولوا يوصلوا لشكل الى يعني شكل اكمل للطبيعه. وده يعني ده احنا بنسميه عمليه نقل. لكن النحت الفرعوني ليه اسلوب مختلف، اسلوب البسيط. يعني البساطه دايما، ودي اصعب حاجه ممكنه ان انا استعمل في الفن سواء الرسم او التماثيل، ان انا اوصل للشكل المبسط وفي نفس الوقت يمتاز بالقوه. طب انا اظن انه كان صعب جدا مساله التنسيب، يعني انه الحاجات تتعمل بنسب مختلفه، دي اظنها مساله صعبه جدا عشان تدي لي نفس الروح بس هتغير النسب. لكن احنا رجعنا للجداريات الموجوده، المقابر الفرعونيه والتماثيل اللي موجوده، والمراكب المصريه او الفرعونيه اللي اتنفذت ليها غائل وليها سكتشات او نحت غائر او نحت بارز موجود في جدران المعابد. أيوة. احنا رجعنا ليها والتزمنا بالنسب، لانها نسب ما ينفعش ان احنا نختلف عليها، لازم نلتزم بيها. فعملنا ثلاث مراكب اللي هم اخنوم اللي هو خنسو وامون. كل واحد بيمثل شكل معين، بيمثل الالهه اللي كانت موجوده وقتها، اللي هو خنسو وامون وموت. ثلاث تماثيل باشكال مختلفه. المركب نفسه كان حوالي 7 متر على المقدمة والنهاية رأس التمثال. التزمنا بالشكل الذهبي أو باللون الذهبي، اللون الذهبي لأن لون مميز جدا في الفرعوني مع وجود الزخارف. الالتزام بالنسب، المقصورة الرأسية اللي موجودة في منتصف المركب، ومجموعة الأفاعي اللي موجودة عليها باللوتس اللي موجودة في مقدمة المركب نفسها. كل حاجة بسكيل معين، وكل حاجة بالنسب الطبيعية. علشان كده الحمد لله طلعت بالشكل اللي احنا شفناه، وتوفيق من عند ربنا يعني انها طلعت بالشكل ده. صحيح صحيح. انا بشكرك جدا جدا يا دكتور، حقيقي كان عمل اكتر من عظيم واكتر من رائع واكتر من مبهر في كل تفاصيله. كل الشكر لدكتور ضياء عوض، منفذ اعمال النحت والتماثيل في الاحتفاليه العظيمه اللي حضراتكم شفتوها يوم الخميس.